بس خلونا نروح بقى كمان لشويه اخبار لنادينا الاهلي العظيم. احنا طبعا بنتكلم اكيد على الحدث الاكبر لمنتخب مصر، لكن ما ننساش طبعا نادينا العظيم. الحقيقه النادي الاهلي بيختتم خلاص استعداداته وبيواجه فريق الاخدود السعودي بكره ان شاء الله في رحلته ومعسكره في الامارات. والنادي الاهلي اختتم النهارده العصر، اختتم تدريباته على ملعب الحمريه باماره عجمان في الامارات، ده في اطار طبعا التحضيرات للوديه ان شاء الله بكره ان شاء الله مع نادي الاخدود السعودي. بكره ان شاء الله بتوقيت القاهره الساعه 3 العصر هيكون مباراه الاهلي واخدود السعودي. كولر المدير الفني للفريق يعني عمل اجتماع مع اللاعبين قبل بدايه المران يعني لمده 10 دقائق كده، وبدا التدريبات على المستوى البدني وعلى المستوى الفني وتحت اشراف طبعا اندريس اندويا مخطط الاحمال. وكالعاده ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى يعني الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فتره تدريبيه متنوعه، وباقي الفريق الحقيقه اتمرنوا تمرينات على مستوى التسخين والتمرينات التاهيليه قبل ما يختم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمه قويه يمكن شارك فيها جميع اللاعبين. حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي يعني في معسكر اعداد للمرحله اللي جايه باذن الله في اماره عجمان بالامارات تحت رعايه شركه لارز للتطوير العمراني، احدى شركات مجموعه الجويش للاستثمار اللي الحقيقه اصبحت كمان راعي ينضم الى الرعاه الرئيسيين لمعسكر الفريق بالامارات. مهم جدا كمان ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اجتمع مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني و يعني قبل طبعا بدايه المران النهارده، والكابتن كالعاده كابتن محمود الخطيب دايما حريص على الحديث مع اللاعبين على كمان اهميه المعسكر، ضروره ان شاء الله باذن الله الاستفاده الكامله من هذا المعسكر اللي تنعكس ايجابيا على مشوار النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. عندنا مباريات كتيره جدا، عندنا مسابقات، عندنا تحديات كبيره جدا في الفتره اللي جايه بعد عوده المنتخب. كابتن محمود الخطيب حضراتكم عارفين انه وصل ظهر اليوم لمعسكر الفريق، اجتمع مع كابتن كمان خالد بيبو مدير الكوره بمقر اقامه الفريق، وبيطمن على كل الاجراءات والاجواء العامه للمعسكر وكافه الترتيبات اللازمه للجهاز الفني والاداري والطبي، والعمل على توفير كل الاجواء المثاليه الحقيقه لنجاح هذا المعسكر في اطار زي ما بقول لحضراتكم الاستعدادات للارتباطات سواء على المستوى المحلي الدوري والكاس وعلى مستوى الافريقي طبعا على مستوى بطوله افريقيا، ومنافسات قويه جدا 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 ينتظرها النادي الاهلي في يعني الشهور القادمه. كابتن محمود الخطيب يمكن كان متواجد في دوره الامارات الشقيقه يمكن الاسبوع اللي فات عشان بيستلم جائزه الاهلي يعني جلوب سكر، مسابقه كان النادي الاهلي كالعاده بيفوز كافضل نادي في الشرق الاوسط، وكان مراسم احتفال الحقيقه في دبي على اعلى مستوى. دي كانت الدوره ال14 لجائزه الجلوب سكر اللي اقيم مساء الجمعه الماضي الحقيقه.